بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب سنن الدارمي للإمام الحافظ الحجة أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الباب 43 من الكتاب الخامس، كتاب المناسك والحج. باب الصلاة، باب الصلاة في الكعبة، يعني الكعبة، الصلاة داخل الكعبة، داخل تجويف الكعبة. النبي دخل الكعبة في فتح مكة، جاب عثمان الحجب اللي هو معه مفتاح الكعبة وفتح حاله، ودخل النبي، ودخل معه سيدنا أسامة، ودخل معه سيدنا بلال، وأغلق الباب. وطبعا ايه، عثمان الحجب دخل معه اللي هو معه المفتاح، وأغلقوا الباب. والنبي صلى هناك ركعتين بين اما بتدخل الكعبه من باب الكعبه كده في تجويفها، هتلاقي في ساريتين على ايدك اليمين وواحده على ايدك الشمال. النبي ترك الاثنين على ايده اليمين واللي على الشمال، وصلى بينهم في الجدار المواجه للباب ركعتين، ودعا عند كل ركن من اركانها من الداخل صلى الله عليه وسلم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام الدارمي في سننه الحديث 98 بعد 900 والألف، قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ورديفه أسامة بن زيد. كان أسامة بن زيد راكب خلفه، كان النبي يحب أسامة لأنه هو اللي مربيه، كان يحبه هو وسيدنا الحسن والحسين باعتبارهم ولاده، هو اللي مربيهم. فكان راكب خلف النبي وهو داخل مكة في فتح مكة. لما دخل الكعبة كان أسامة وراه، فلما فتحوا له الباب أسامة دخل معاه، فاهم؟ فأناخ في أصل الكعبة، يعني دخل في المسجد، يعني ساعات يطلق المسجد ايه وايه ويطلق عليه الكعب في فراغ المسجد. فقال ابن عمر: وسعى الناس، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال واسامه، دخلوا داخل الايه جدار ده لما فتحوا له باب الكعبه. فقلت لبلال السائل مين؟ سيدنا عبد الله بن عمر. لا، الباب اتقفل، فضل واقف مستني لما يتفتح عشان يسال سيدنا بلال النبي عمل ايه جوه. كويس. فقلت لبلال من وراء الباب: أين صلى؟ أين صلى رسول؟ يسأله أين صلى رسول الله؟ فقال: بين الساريتين. وعن أبي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي اللي هو معاه المفتاح، فذكر نحوه. باب الحجر من البيت. طب انت دلوقتي كيف تدخل الكعبة؟ ما تعرفش تدخلها إذا كنت رئيس جمهورية أو ملك من الملوك. طب لا انت رئيس جمهورية ولا ملك من الملوك، تعمل ايه؟ صلي في حجر إسماعيل كأنك دخلت الكعبة. حجر إسماعيل من تجويف الكعبة، فهمت بقى ازاي؟ باب الحجر من البيت. وعن أبي قال: حدثني فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ثم لبنيتها على أس إبراهيم، على أساس سيدنا إبراهيم يعني. فإن قريشا حين بنت استقصرت، يعني أصرت عن إيه؟
عن المساحة اللي كان سيدنا إبراهيم بنيها، ثم جعلت لها خلفا اللي هو مكان الحجر يعني، لأن لما قريش بنت الكعبة بعد ما تهدمت وكان النبي ساعتها عمره 35 عاما حضر بناء الكعبة صلى الله عليه وسلم، فقالت إيه؟ هنجيب أموال ما يكونش دخل فيها لا قمار ولا مال من الخمر ولا مال من الزنا ولا من الربا، لازم مال حلال صافي هو ده اللي نبني بيه الكعبة. فالمال الحلال ما قدروش يبنوا المساحة كلها، فهمت بقى ازاي؟ فاقتصروا بالجزء المبني اللي انت شايفه ده، وحوطوا منطقة الحجر بجدار عشان يبينوا الحدود. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ستنا عائشة ايه؟ لولا ان قومك حديث عهد باسلام، كانوا حديث عهد باسلام وحديث عهد بكفر، لسه اسلموا وبيعظموا الكعبة، لو النبي هدمها يمكن ده يأثر على نفسه، فهمت ازاي؟ ويتشائموا ويقول ياه هو اول ما انتصر كده وفتح مكة يهد الكعبة، يا ساتر. فالنبي خاف لحسن الناس تتشائم، اخد بالك، فمرضاش يعيد بناء الكعبة على قواعد ابراهيم وتركها على ما هي عليه، فهمت بقى ازاي؟ وعنه به قال اخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابو الاحوص عن الاشعث بن سليم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر. ستنا عائشه بتسال رسول الله هو الحجر ده ليه محوطينه بجدار قصير كده؟ امن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت لما بنوا يعني؟ فقال ان قومك قصرت بهم النفقة، النفقة الحلال يعني. قلت فما شأن بابه مرتفع؟ طب وعملوا ليه باب الكعبة عالي كده؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهد بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لعمدت إلى الحجر فجعلته في البيت وألزقت بابه بالأرض. وفي الرواية الثانية في الصحيح لجعلت له إيه؟ بابان، بابا شرقيا وبابا إيه؟ غربيا، بحيث الناس تدخل من باب وتطلع من باب ويدخل الحجر. وده اللي عمله سيدنا عبد الله بن الزبير لما صار خليفة، لأن سيدنا عبد الله بن الزبير صار خليفة 8 سنوات، فهمت؟ فرع عمل إيه؟ وكان كثرت الأموال للمسلمين من الفتوحات، هد الكعبة وبناها زي ما النبي كان متمني يبنيها، كويس. لما هزموا الحجاج وقتله عمل الحجاج هد الكعبة تاني وراح بنيها زي ما كانت، غباوة، فهمت؟ فلما وصل الامر لعبد الملك بن مروان ان رسول الله قال الكلام ده لستنا عائشة وان فعل سيدنا عبد الله ابن الزبير كان عنده حق في انه يبنيه كده، فكر انه يهده تاني ويرجعه تاني، فايه فانصرف عن ذلك لحد ما انقضى الحكم الاموي وجاء الحكم العباسي. هارون الرشيد كان عنده اموال كثيرة طائلة وسمع الخبر ده فعايز يعمل الكعبة زي ما عملها عبد الله بن الزبير، فهمت؟ فاشار على الامام مالك بن انس امام دار الهجرة فقال له لا أنصحك يا أمير المؤمنين أن تفعل ذلك حتى لا يكون الكعبة ألعوبة الحكام، كلما جاء حاكم هدم وبنى، فاتركها على ما هي عليه. فتركت على ما هي عليه لحد يومنا هذا، فهم؟ وأنا أرى أن ربنا أراد أن بيته في الدنيا يبقى ناقص عشان تعرف أن الدنيا مبنى النقص، حكمة، الدنيا ما فيهاش كمال، لو الدنيا فيها كمال كان ربنا يكمل بيته، لكن هو اداهولك كده. بيت الله اللي هو اعظم بيت يعني خلقه في الارض رب العالمين، كان ايه المفروض يبقى اكمل البيوت بقى؟ لا اهو ناقص اهو، عشان انت يا ناقص ما تدورش على الكمال في الدنيا، الدنيا لا كمال فيها، الدنيا مبناها الهلاك والفناء، فهمت ازاي؟ فاقبل منها ما قسمه الله لك. باب في التحصيب.
المحصب ده اللي هو عبارة عن الفراغ الواسع، وانت رايح تزور ستنا خديجة مدفونة، هي ستنا خديجة هناك في مكة، تطلع من المروة بتمشي كده مسافة بتلاقي الارض اتسعت وبقت طريقين واسعين قوي، او ده ايام النبي بقى اسمه المحصب اللي هو على مشارف منى، كان ايه مكان متسع. النبي صلى الله عليه وسلم لما خلص الحج نزل فيه عشان ينتظر الناس تخلص وتطوف طواف الوداع وتجيله وينطلق الى ايه، الى المدينة، راجعا الى المدينة. فالمكان ده اسمه المحصب، او وبيات النبي فيه يسمى التحصيب، يعني بات فيه. فهمت؟ الوقت هو جزء من مكة، من احياء مكة يعني. وعن أبي قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول التحصيب ليس بشيء. يعني ما تفتكرش أن مبيت النبي في عند المحصب من مناسك الحج، عايز يقول لك كده، لكن ده النبي اتخذ هذا المكان علشان ينتظر الناس تجيله عشان يرجع للمدينة، لكن ليس جزء من النسك، فلا هو سنة ولا هو واجب ولا يجبر بدم ولا تتعمد انك انت تعملها. فهمت بقى ازاي؟ ادي معنى ليس بشيء من نسك الحج، يعني التحصيب ليس بشيء، انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال ابو محمد اللي هو الامام الدارمي التحصيب موضع بمكه وهو موضع ببطحاء. بطحاء مكه يعني ايه؟ المكان المتسع في مدينه مكه يعني. باب كم صلاة يصلي بمنى حتى يغدو إلى عرفات. احنا عارفين ان من السنة يوم التروية اللي هو يوم 8 يصلي الفجر في مكة، وبعدين ينصرف من مكة ويصلي الظهر في منى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كل ده في منى، ويصلي قصر. الرباعية تبقى ايه؟ ثنائية بدون جمع، كل صلاة في وقتها، ده يوم التروية. وما يصلي فجر يوم عرفة في منى يجلس يذكر الله حتى ايه تطلع الشمس، وبعدين ينطلق الى عرفات، يوصل عرفات قرب ايه الظهر، فيصلي في منامرة على مشارف عرفات، يخطب ويصلي ركعتين الظهر وركعتين العصر جمع تقديم، ويدخل على عرفات يبدأ وقوف عرفة. فهمت السنة؟ يبقى كم صلاة يصليها في منى قبل عرفات؟ 5 فرائض، تبدأ بالظهر وتنتهي بفجر يوم عرفة. فهمت بقى؟ وعن أبي قال أخبرنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو كدينة ويحيى بن المهلب عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 5 صلوات. وعن أبي قال أخبرنا محمد بن أحمد وأحمد بن محمد بن حنبل عن إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال قلت لأنس بن مالك حدثني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ يوم التروية اللي هو يوم إيه؟ 8 ذو الحجة، اليوم اللي قبل عرفة. سموه التروية ليه؟ عشان بينقلوا فيه المية من مكة لمنى عشان الناس تشرب هناك، فالتروية جاية من الري يعني الماء. وقيل التروية لأن سيدنا إبراهيم رأى رؤية ذبح ابنه يوم 8 ذو الحجة فتروى ولم يخبره، فرآه الرؤية تاني ليلة عرفة. فهمت ازاي؟ فأخبر ابنه وانصاع له يوم النحر. فهمت بقى ازاي؟ فسموها التروية للسببين دول. أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قال قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبط. النفر بقى يعني لما خلص الحج خالص وطاف طواف الوداع وعايز يرجع المدينة، صلى بقى إيه العصر فين؟ قال له إيه؟ في المحصب. فهمت بقى ازاي؟ بالأبطح، الأبطح اللي هو المحصب. ثم قال اصنع ما يصنع أمراؤك. ده مين؟ سيدنا أنس بيقول له يعني المحصب ده
مش من المناسك. شوف زي امير الحج ما هيقول لك امشي ورا امير الحج، فهمت بقى ازاي؟ ما تخلفوش يعني. وعن أبي قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد عن سعيد بن أبي هلال عن قتادة عن أنس أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بمنى ثم ركب إلى البيت فطاف به. وعن باب قصر الصلاة بمنى، هل قصر الصلاة في منى أيام التشريق ويوم التروية ده نسك ولا العلة هو السفر؟ فهمت السؤال؟ يعني هل القصر لأن النبي كان على سفر ولم ينوي إقامة فقصر لأنه على سفر، ولا القصر ده جزء من النسك؟ إنك أنت حتى لو مش كنت من أهل السفر يعني من أهل مكة برضو تقصر، فهمت بقى إزاي؟ مذهبان، ذهب الحنابلة أنه من النسك، تقصر تقصر حتى لو كنت من أهل مكة، فهم؟ سيدنا عثمان بن عفان كان يرى أن العلة هو أن النبي كان على سفر ولم ينوي إقامة، لم ينوي إقامة، فهم؟ وبالتالي النبي قصر لعلة السفر وليس لعلة النسك. فلما سيدنا عثمان بقى يحج كان بيقعد في مكة مدة أطول فما كانش على سفر فأتم سيدنا عثمان، فهمت بقى إزاي؟ فاختلف العلماء هل إتماء العلة هي السفر، فاللي استمر علته على السفر خالف اجتهاد سيدنا عثمان وقال لك لا نقصر على طول، فهم؟ والشافعية وافقوا سيدنا عثمان في علته أن العلة هي السفر وليس إيه النسك، وبالتالي من كان مقيما فلا يقصر الصلاة في منى بل يصلي تيما. واضح؟ تروح انت في منى كل سنة تلاقي الناس بتتخانق، ناس تقصر وناس تتم، ويقعدوا يتخانقوا مع بعض، وده صح وده صح على فكرة، مش عايز خناق، اللي يقصر ما تنكرش عليه واللي يتم لا تنكر عليه، ده صح وده صح. لكن الخناق هو الفكر الوهابي الايه الجاهل اللي عايز يضيق على الناس ويجعلها مذهب واحد، يجعل الدين مذهب واحد. لا يا سيدي مش مذهب واحد، دي مذاهب متعددة، لأن سيدنا عثمان لم يقصر، وسيدنا أبو بكر قصر، وسيدنا عمر قصر، سيدنا عثمان قصر في أول خلافته ثم أتم بعد ذلك، فهمت إزاي؟ وبالتالي الأمر سهل، الأمر سهل، لكن هم يجعلوا الأمر السهل يخلوه إيه صعب، طريقة مين؟ الجهلة. فلما تروح تحج ما تجادلش حد، لا تجادل، قعدت في مخيم لقيتهم بيقصروا اقصر معاهم، قعدت في مخيم لقيتهم بيتموا تم معاهم، واقعد اذكر ربك، ما تقولش انتوا ليه بتعملوا كده وانتوا الدليل وتجيب لهم كده، مش وقت جدال يا استاذ، دي عباده ونسك، خلي الايام تعدي وارجع بلدك، فهمت؟ ده صح وده صح، فهمت المساله؟ كبر مخك، ولا عايز تتعلم على طريقة الوهابية يبقى ضيق مخك. وعن أبي قال أخبرنا محمد بن الصلت عن منصور بن أبي الأسود عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله اللي هو عبد الله ابن مسعود ما كانش عاجبه لما سيدنا عثمان أتم، وما صحابة مع بعض بقى، سيدنا عثمان هو الخليفة وأمير الحج، قال أتمه، فهمت؟ لسببين، سيدنا عثمان أتم لسببين، كان بيجوا ناس حديثي عهد بإسلام يحضروا موسم الحج، فواحد منهم لما سيدنا عثمان قصر قابل سيدنا عثمان في السنة اللي بعدها قال له إني أصلي الظهر والعصر والعشاء منذ كنت معك من العام الماضي ركعتين بس، ده الناس هتفهم غلط، سيدنا عثمان خاف بقى الناس تفهم غلط، لأن الناس بتيجي بتأتم بالإمام ويجوا من بلاد بعيدة وحديثه عهد بإسلام، فحيلاقي الإمام بيصلي الظهر ركعتين حيرجع بلده ويصلي الظهر ركعتين، فهمت؟ فسيدنا عثمان خاف من الحادثة دي، لما رأى الراجل بيقول له ده أنا بقالي سنة بصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين منذ أن صليت معك في منى من العام الماضي، سيدنا عثمان قال إيه ده خبر أسود، ده شو مشكلة، لا هنصلي أربعة بقى، راح مصلي ايه اربعة، وكان كمان اتخذ له بيتا في مكة
فصار مقيما. فقالوا العلة هنا ان هو خاف على الناس تفهم غلط، والعلة الثانية انه صار مقيما في مكة. فهمت بقى ازاي؟ يعني لو اقامة في مكة. سيدنا عبد الله بن مسعود مش مدرك اللي في ذهن سيدنا عثمان. فهمت ازاي؟ كل صحابي ليه ادراكه حسب ايه المعلومات اللي بتوصل له. فقام لما لقى سيدنا عثمان بيتم وسيدنا ابو بكر الصديق لم يتم، كان يقصر، سيدنا عمر كان يقصر، ورسول الله كان يقصر، وعثمان نفسه في اول خلافته كان بيقصر، طب ايه اللي حصل؟ جد بتصلي اربعه ليه؟ فهمت؟ فاعترض سيدنا ايه؟ عبد الله، قال الكلام ده. قال عبد الله: وصلى مع عثمان بمنى اربع ركعات. خد بالك انه اعترض، ولكن من حيث العمل ائتم بالامام وصلى اربع ركعات برضه، مش عمل له جماعه تانية وصلى ركعتين، لا، الصحابه اما يختلف يمشي ورا الامام برضه وهو مختلف معه. ما يحبش يعمل جماعه منفصله. فهمت ازاي؟ ويطلع له بقى يعمل له خيمه تانية ويجمع له 3 4 20 50 60 واحد، وتعالى احنا هنصلي قصر خليه هو يصلي اربعه. فهم؟ ما عملش كده، لا، ده صلى خلف سيدنا عثمان اربعه وبعدين بين اعتراضه، بس بعد ما اتم به لانه هو الامام. فهمت؟ وده تتعلم الادب ده من الصحابه، ان حتى لو مذهبك يخالف ايه مذهب عموم الناس فاتم بالامام. واضح؟ قال عبد الله: وصلى مع عثمان بمنى اربع ركعات. لقد صليت مع رسول الله في هذا المكان ركعتين ركعتين، ومع ابي بكر ركعتين ركعتين، ومع عمر ركعتين ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فليت حظي من اربع ركعات ركعتان متقبلتان. يعني يا رب ربنا يقبل من الاربع ركعات اللي صليتهم اثنين بس متقبلتين. لكن هو عمل ايه في الاخر؟ انقاد للامام. فهمت؟ واحنا عرفنا ان سيدنا عثمان كان مخه وذهنه يخترق الزمان. يعني سيدنا عثمان لولا انه جمع القرآن لكنا مختلفين على القرآن زي ما احنا مختلفين على بعض الاحاديث الان. وسيدنا عبد الله بن مسعود اعترض على جمع القرآن وحرق الايه المصاحف المختلفة على سيدنا عثمان، يبقى من ابعد نظرا؟ كان سيدنا عثمان اكثر فقها ونظره بعيد، واخد بالك ازاي؟ وفقيه متين. فممكن يختلف الايه المجتهدين، ويبقى في مجتهد ابعد نظرا زي سيدنا عثمان، ومجتهد اخر ايه اضيق نظرا زي سيدنا عبد الله بن مسعود. فهمت بقى المساله؟ فلازم تاخد بالك ان سيدنا عثمان كان ذهنه سابق لزمانه. فهمت؟ بينظر للامه على مدى الف سنه، مش بينظر للامه على مدى الاسبوع ده والسنه دي بس وبعد سنه، لا. وعشان كده ارتبط القران باسم سيدنا عثمان. ولما قتلوه قالوا حرق المصاحف، علشان امر بتحريق المصاحف، كل واحد عامل له نسخه وكاتبها عنده حاططها في البيت، ما ممكن نسختك دي فيها بعض الكلمات مختلفه عن الكلمات المتواتره المحفوظه عن النبي، تقوم تيجي لي بعد فتره ولادك يورثوها ويحفظوها ويطلعوا لنا بقران جديد؟ ما ينفعش، احرق كل ده. فسموه ايه؟ حراق المصاحف. تحمل هذه التهمه من اجل ايه؟ انه يحمي الامه ويحفظ القرآن رضي الله عنه وأرضاه. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمنى ركعتين، وأبا بكر ركعتين، وعمر ركعتين، وعثمان ركعتين، صدرا من إمارته، يعني فدرا من خلافته، ثم أتمها بعده. باب: كيف العمل في القدوم من منى إلى عرفة. يعني انت دلوقتي رحت يوم الترويه منى، والذهاب لمنى يوم الترويه ده سنه، والوقت قليل من الناس اللي بتعمله، المطوفين دلوقتي بيحملوا الحجاج على عرفه على طول يوم الترويه، لان لو اجتمع كل الموسم الحج في منى يوم الترويه علشان يفرغوا نفسهم من منى الصبح يروحوا عرفه، ان شاء الله عرفه هتفوت على ناس كتير، هينتهي اليوم ولسه ما وصلوش من الزحام. فهمت ازاي؟ فالمبيت في منى يوم التروية سنة، واخد بالك؟ فمن لم يفعلها لا شيء عليه، لا دم ولا صيام ولا حاجة خالص. والوقت بقت الحكمة من حيث، لأن موسم الحج الوقت بيبقى ملايين،
فلو قعدت الملايين دي كلها في منى وبيتهم وقلت لهم الصبح بقى يلا روحوا على عرفه، ان شاء الله الطرق كلها هتوقف، وتفضل واقف كده وانت في وسط الناس مش عارف تمشي لحد ما الشمس تغرب ولسه ما وصلتش عرفه، والفجر يطلع تاني يوم ولسه ما وصلتش عرفه، ويقول لك روح بقى وتعالى السنه الجايه حج. فهمت بقى ازاي؟ فما تنفعش الطريقه دي. فقاموا عملوا ايه بقى اللي بينظموا الحج؟ قال لك خلاص نص الناس اللي عايز يروح ايه منى يروح، لكن اغلب الناس تروح على عرفه من يوم منى، يوم بدل منى يوم الترويه يروح على عرفه، يبقى نايم بايت في عرفه مستقر مطمئن ان هو ايه مش هيفوتوا الوقوف في عرفه، والباقيين اللي قاعدين في منى عدد بسيط. انا شخصيا كنت لما بحج ابات في منى وامشي على حجه النبي بالظبط، واخد بالك ليه؟ لان انا بطولي وناس كتير سبقت، فالطريق بيبقى فاضي وبناخدها ماشي. فهمت بقى ازاي؟ تقعد تصحى الصبح تقرا تصلي الفجر وتغتسل للوقوف بعرفه، وتخرج كده تشرب لك كوبايه شاي وتذكر ربك وتتمشى لبيك اللهم لبيك لحد ما ايه توصل على عرفات. طبعا ان شاء الله تجي لك ضربه شمس ما يجراش حاجه، لكن الاحسن انك انت يبقى معاك شمسيه. فهمت ازاي؟ علشان ممكن يجي لك ضربه شمس، لو كنت راجل كبير ولا ست عجوزه ولا ركبك وجعك مش هتنفع تعمل الطريقه دي. فهمت ازاي؟ فيبقى تمشي مع المطوف بيشيلك وينيمك في عرفه، قول له حاضر. قول له ايه؟ حاضر. طب معاك امك العجوزه وابوك العجوز وانت شباب، تمشي بسرعه الضعيف. تمشي مع ابوك وامك، مش تقول انا شاب بقى هعمل وامشي. تمشي، وبعدين مين اللي هيسنده؟ ده ابوك جايبك عشان تسنده، ودفع لك التذكره عشان تسنده، تقوم تتخلى عنه؟ بتقول اصل السنه، السنه؟ السنه تسيب ابوك؟ كل القصص اللي بقولها لك دي انا شفتها. يجيب ابوه وامه علشان يعمل السنه، غباوه. فهمت بقى ازاي؟ لا يا سيدي، النبي ما يقبلش. النبي لا يقبل. فهمت؟ باب كيف العمل في القدوم من منى الى عرفه. وعن ابي قال اخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن ابي سلمة الماجشون عن ابن عمر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منن، فمنا من يكبر ومنا من يلبي، لان خد بالك تكبيرات العيد بتدخل برضو ايه في صبيحة عرفة يوم عرفة، وهم متلبسين بالحج، والحج ايه ذكروا التلبية وذكر العيد التكبير. فقال لك احنا خرجنا مع رسول الله من منى في فجر عرفة متوجهين لعرفات، في ناس بتلبي وناس بتكبر تكبيرات العيد، لا ده قال لي ليه ده غلط ولا قال لي ليه ده غلط. يعني الامر واسع، كبر مخك يا وهابي. وعن ابي قال اخبرنا ابو نعيم قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن ابي بكر الثقفي قال سالت انس بن مالك ونحن غاديان من منى الى عرفات عن التلبيه، كيف كنتم تصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لان احنا عارفين تكبيرات العيد بتدخل من فجر عرفه وقتها. طب انت بتحج وفجر عرفه جالك، هتلبي ولا تكبر؟ احنا قلنا التلبيه للحج والتكبير لغير الحج، دي السنه عند الشافعيه كده. يعني انت لو انت معاهم لبي احسن، لان افضل الذكر للحج هو التلبيه، افضل من تكبير العيد. فهمت؟ لكن افرض الواحد كبر العيد، ما تقولوش اسكت بدعه ضلاله في النار، لا سيبه. فهمت بقى؟ سالت انس بن مالك ونحن غاديان من منى الى عرفات عن التلبيه، كيف كنتم تصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. باب الوقوف بعرفه. وعن أبي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة قال حدثني عمرو بن دينار عن محمد بن جبير بن مطعم قال قال جبير، جبير بن مطعم ده كان ايه اسلم عام الفتح، النبي قبل عام الفتح كان بيخرج للحج. يعني ايه يعني مش يعني قبل الهجرة، قبل الهجرة كان النبي بيخرج للحج بيعرض دعوته على القبائل ويحضر موسم الحج، فهمت؟ عشان كده عرض دعوته على القبائل فقبله الانصار ايه في بيعه العقبه الاولى والوسطى والكبرى زي ما قرينا في السيره، ده كان في موسم حج.
يبقى النبي كان بيحج قبل الهجرة، حج حاجات كثيرة. بس كانت قريش كانت تعمل ايه؟ طلع الشيطان طلع لهم في مخهم فكرة اعجبتهم، مشيوا عليها. قال لهم ايه؟ انتوا لو وقفتوا في عرفة مع بقية الناس وانتوا من اهل الحرم، الناس هتستهتر بيكم، فانتوا خليكم متمسكين متحمسين للحرم، وقفوا في مزدلفة، لان عرفة خارج الحرم، ازاي اهل الحرم يخرجوا من الحرم؟ قالوا له الشيطان دي فكرة جميلة، واخد بالك ازاي؟ فبقوا يقفوا فين؟ يقفوا في مزدلف، وبقية قبائل العرب في الحج تكمل تطلع على عرفة، واللي يقعدوا في مزدلفة مين؟ قريش، واللي والد قريش سموهم الحمص. سموهم ايه؟ الحمص، يعني المتحمسين للحرم، فاهم؟ فجبير بن مطعم تعجب في موسم حج من الحجات قبل الهجرة، لقى سيدنا رسول الله واقف في عرفة مع الناس، قال له الراجل ده مش من الحمص، ايه اللي جابه هنا؟ يعني النبي موفق من زمان، خد بالك، النبي موفق من زمان قبل ما ينزل حتى عليه ايه الوحي، وما وحتى قبل الوحي كان برضو يقف في عرفة، وبعد الوحي كان يقف برضو في عرفة. فهمت بقى ازاي؟ ما يمشيش مع ايه؟ مع البدعة قريش، انها ما تخرجش، لان مزدلفة من الحرم وعرفات خارج الحرم، فما يروش يقفوا ايه؟ يقولك ازاي نخرج برا الحرم واحنا اهل الحرم؟ فهمت ازاي؟ جبير هنا بقى ايه؟ بيحكي حاجة شافها وهو ايه قبل هجرة النبي، كان ساعتها كافر. قال جبير: اضللت بعيرا لي، يعني تاه منه جمله في موسم الحج، فقعد يبحث عنه، فذهبت اطلبه، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة، فقلت والله ان هذا لمن الحمص، فما شأنها هنا؟ ايه اللي موقفه هنا؟ فهمت بقى الرواية؟ حكيتها لك القصة عشان تفهمها، عامل لك ايه؟ طيب نقف عند هذا الحد ونكمل غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.